أن يقيم في باريس. لماذا تأسس منطقة الأنوار؟ منطقة الأنوار منطلق تأسيس هذا المنطقة هو نوع من الاستجابة للواقع الإعلامي والثقافي الجزائري الذي كان يتحرك في إطار يميل كثيرا إلى توجه الظلام. كنقول الظلامي يعني الرافض للنقد. يعني كنقول الظلامية ماهيش شتيمة، هي رفض النقد ورفض الاختلاف والركون إلى الوثوقية والمطلقية. يعني الأفكار اللي أصحابها يعتقدوها كدوغما أو كمعتقدات لا تقبل النقاش ولا تقبل النقد. هنا حبينا نواجه، أردنا أن نواجه إذن هذه من خلال هذه المبادرة أردنا أن نقدم لا أقول رد فعل أو استجابة وإنما إجابة، محاولة للإجابة على هذا الواقع الذي أصبحت الأجيال الجديدة، خاصة الأجيال الجديدة لأنها القوى الحية في البلاد في المجتمع، أصبحت تغرق فيه. هذا الواقع الظلامي، هذا الواقع انغلاقي. فقمنا بهذه المبادرة وحقيقة لقات استجابة من طرف قطاع واسع من الشباب. طبعا احنا الحضور كما راكم تشوفوا، احنا رانا نسجلوا كل شيء، ما عندناش، ما نديروش لاسونسور، ما نديروش رقابة، نسجلوا كل شيء بالصوت والصورة ونذيع وننشر كل شيء على اليوتيوب، والارشيف موجود على اليوتيوب من اول ندوة الى اليوم، الى هذه الندوة رقم 21. لا ما عندنا حتى شيء نخفيه، يعني كل شيء معلن والهدف ايضا معلن. هذا الهدف او الهدف الثاني هو التفكير، لان ملتقى الانوار احنا قلنا هو حلقه للنقاش والحوار والتفكير، ستنساق دو ريفليكسيون اي دو ديبا حول القضايا التي تهم الجزائريين والشان الجزائري على الخصوص. ملتقى الأنوار يهتم بالجزائر وبكل ما يهم الجزائر والجزائريين والشأن الجزائري بالدرجة الأولى. هذا لا يعني أننا ما نتكلموش على أشياء أخرى غير الأشياء اللي تهم الجزائر، ولكن نركز بالدرجة الأولى على الجزائر وعلى ما يهم الجزائر والجزائريين. فالإقبال يعني هو موش دائما في نفس الدرجة، في احيانا يكون كثيف واحيانا يكون متوسط، يعني حسب راكم شفتوا في حسب التسجيلات كل شيء موجود في التسجيلات. ولكن انا شخصيا اتوقع ان التجربه مع الوقت ستاخذ مداها. هناك اسباب لعدم كثافه الحضور، من بينها غياب الاعلام. احنا الاعلام نوجه الاف الدعوات للاعلاميين، ولكن مع الاسف الحضور ما هوش كاين. اعلاميين جاوا حضروا حقيقه، من سواء من القنوات الرسميه الوطنيه او من القنوات الخاصه او حتى من الجرائد حضروا، ولكن حضورهم ماهوش مستمر، ماهوش منتظم، حضور متقطع، واحيانا يجيك مره وما يجيكش. يجيك مره مثلا لما يكون المحاضر قريب من قناه فلانيه مثلا، او صديق للمسؤولين في القناه تحضر لأن المحاضر صديقهم فيجوا يغطيوه. أما لو المحاضر ما يعرفوش ما يجيوش. فأحيانا كاين لو كليانتيليزم، هذا كاين هذه الزبائنية في التعامل مع 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 الإعلام. نفس الشيء بالنسبة للجرائد، إذا الجريدة تعرف المحاضر تغطيه، خاصة إذا كان يعمل في الجريدة، فضروري يبعثوا واحد يغطي المحاضر تاعهم لأنه ينتمي للمؤسسة. أما إذا كان ما ينتميش لهم أيضا ما. هذه العقلية ما زالت مع الأسف موجودة في الإعلام. لكن نحن ندعو، ما زلنا ندعو باستمرار الإعلاميين للحضور، ونحب نأكد هنا على أن الملتقى الأنوار ليس حلقة مغلقة، هو حلقة مفتوحة للجميع، لجميع الجزائريين من جميع الشرائح، من جميع المستويات والأعمار. الحلقة مفتوحة، ما سي با ان ساكل فيرمي، سي ان ساكل اوفير، حلقة مفتوحة
يعني الناس اللي يجوا يحضروا، حنا لما نديروا الدعوات في الفيسبوك او في تويتر او في صفحه الملتقى نديروها عامه مفتوحه، ما ماهيش دعوات خاصه يعني. فخلي انه انا نقول هذا لان بعض الناس كانوا يتصوروا بان هناك دعوات خاصه يعني وكاننا في حلقه مغلقه يعني. لا، الملتقى العمراني مفتوح للجميع، والناس لما احنا نديروا الاعلان الناس ماشي محتاجه دعوات باش تجي، هي مدعوه ضمنيا مدعوه للحضور، كل الناس مدعوه. ومن جميع الاتجاهات، اؤكد على هذا، يساريين يمينيين متدينين غير متدينين. هل لما تسميهم بقوانين؟ نعم طبعا، انا اللي حاب يجي علي بالحاج يحضر مرحبا به، ما راحش نحاوزه. ايه اللي حاب علي بالحاج يجي يحضر ويناقش يجي مرحبا به، يجي يحضر ويسال ويعلق ويعقب، وما نقاطعوش ما نقاطعوش وما نحذفوش من التسجيل، كي هو كيما هو مواطن كيما الناس، يجي لكل من يحترم الاختلاف والتنوع ويحترم الاخر يتفضل مرحبا به. طيب استاذ، بما انك قلت لك علي بالحاج لانه قمه يعني في نعم. طيب استاذ، او نموذج يعني احبت، لا يعني قمه حبيت تقول نموذج عند المختلف، يعني هو يتخذ هناك شريحه واسعه تتخذه كنموذج في اطاره يعني في الموقع الذي ينطلق منه فكريا وعمليا وسلوكيا. طيب استاذ، بما انك فتحت النقاش حول الظلاميين، حجتهم انه انكم دائما يعني بين قوسين تسعون الى فكر التغريب، تسعون الى الانسلاخ عن الهويه يعني بلسانهم، يعني ما هو ردك على شوف، نحن في الملتقى نطرح كل شيء، نطرح كل شيء، ما عندناش ممنوعات، ما عندناش طابوهات، ما عندناش محظور، ما عندناش مسكوت، كنا نطرح كل شيء للنقاش والحوار، ولا نقمع المختلف. يقدر يجي واحد عنده رأي ضد انت سميته التغريب، انا لا افهم هذه الكلمه بصراحه، التغريب ما نفهمهاش، ما سميته استاذ التغريب، هو ما يقول من يسميه، نعم انا لا افهم هذا المصطلح، هناك مصطلحات لا افهمها يعني مع الاسف شائعه في الاعلام، لكن شخصيا لا افهمها، لكن هذا اصحاب هذه المصطلحات من حقهم يجيوا ويطرح ان يطرحوا، من حقهم ان ياتوا وان يطرحوا ما عندهم ويناقشوا ويحاوروا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، احنا ما لحد الان ما طردنا حتى واحد، يعني ما طردنا حتى شخص جاء حضر او منعناه يتكلم، الى حد الان مازال ما صدتش وما ننظرش راح تصرى، يعني شخصيا بحضوري لا يمكن تصرى يعني. طيب استاذ، الان وصلتم الى الندوه 21 على ما اظن، ما هو تقييمك لل 20 ندوه التي مرت؟ انا لو كان نبدا نقيم ربما نسال عن تاعي، ربما نبدا نمدحها. انا نقول الناس اللي راهي تشوف في اليوتيوب واللي تتابع او تناقش وتنقد هي اللي يعني تقييمها يكون اقرب للموضوعيه. انا واش راح نقول لك؟ نقول لك التجربه، انا نظن بان التجربه ما زالت مفتوحه على الواقع، مفتوحه على المستقبل وقابله للتطوير. ما نقدرش نقول لك وصلنا للاحسن، نحن نسعى دائما نحو الاحسن، بدينا ورانا نطوروا باستمرار، والتجربة نظن راح تمشي، أتمنى أنها راح تمشي دائما نحو الأحسن. كسؤال آخر أستاذ، هل هناك اتصالات من هيئات رسمية، وزارة الثقافة، لتبني هذه الفكرة كمشروع رسمي، كما نذكر على سبيل المثال كما موعد مع الشعر على ما أظن والرواية؟ نعم، لحد الآن ما عندنا حتى اتصالات رسمية، موقع لم تتصل بنا أي جهة رسمية لحد الآن، ولكن وزير الثقافة إلى حب يجي يحضر سميه بمرحبا به، اللي حاب يجي يحضر ندوة ويناقش ويشارك أهلا وسهلا، هو أو غيره من الوزراء والمسؤولين مرحبا بهم، نحن لن نمنع أحدا من الحضور. أما اتصالات رسمية إلى حد الآن لم تتصل بنا الجهات الرسمية. ماذا تحب ان تضيف كلمه اخيره؟ نشكرك اولا على المبادره نتاعك، لان مبادره نوعيه ومتقدمه، ونتمنى ان الاعلاميين الاخرين يقوموا بنفس الشيء ويجيوا يحضروا ويغطوا، لان الجمهور من حقه يعرف، من حقه يعرف ان يعرف ما يحدث وما يجري. شكرا. شكرا.